حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. أي شخص حاب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على الأرقام التالية، عندكم الرقمين اللي تشوفون هنا ذني من داخل العراق، تقدرون تتصلون بينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما الرقم أو الرقمين اللي تشوفوها حاليا هسه ذني رقمين من خارج العراق، فعندكم أربع أرقام للاتصال، رقمين من الداخل ورقمين من الخارج. أما هذا الرقم هذا مخصص للرسائل النصية المكتوبة فقط، يعني تكتبوا لي رسالة أقراها، أما مكالمة على رقم الواتساب ما أقدر، رسالة صوتية على الواتساب ما أقدر، فلا حد يزعم عندنا إذا أنت تدق علينا على رقم الواتساب ومن جاوبك لأنه ما يبين عندنا. فأتمنى من الجميع أنه تكون هاي النقطة في نظره حتى لا يزعل علينا ولا يقول انه قناه الرافدين ما جاوبنا. عندكم ذني الارقام اللي تشوفوها امامكم، تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج، واذا ما تقدر اكتب لي رساله واتمنى تكون مطبوعه باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه اليوم. الانفجارات الامنيه اللي تصير بالعراق او الانفجارات اللي تصير ببغداد والانفلات الامني اللي يصير بالعراق كل فتره، ما بين فتره وفتره يطلع عندنا انفلات امني، انفجار يصير هنا، مواجهة تصير هنا، اختطاف يصير هنا، عملية قتل تصير هنا. لكن المشكلة انه الحكومة ما لها علاقة، لا نشوف ردة فعل حكومية حول هذه التفجيرات والانفجارات اللي دا تصير، ولا دا نسمع من عندها انه هي دا تسوي شيء بحيث انه تخفف هاي الانفجارات اللي دا تروع الناس، دا تخوفهم، اللي دا تعيشهم بقلق، الناس اللي دا تطلع من بيوتها وما تعرف انه راح ترجع سالمه لو لا. يطلع يريد يشتغل بسوق مال باله يبيع هدوم، يطقون اثنين عليه وينكتلون ما ينكتلون وينصابون اللي ينصابون منهم ويروحون وما حد يسمع بها. ناس تروح تطب بجامع تصلي يطبون عليهم مجموعه يقتلوهم ويصوبوهم ومصوره ويتحاكمون وراح يطلعون براءه. سيارة تطلع من بيتها محملة بعبوات ناسفة، هاي مو أنا أقول، كلها قالت هيك، تنفجر وتحرق سيارات وتصوب ناس وتقتل ناس وما حد يحكي بالموضوع. أدري لعد القوات الأمنية شنو دورها، وزارة الداخلية شنو دورها، الجيش فعليا ترى الجيش ما له علاقة بالأمن الداخلي. إذا نريد نكون إحنا كدولة، الجيش مسؤول عن أسوار الوطن، مسؤول عن الحدود الخارجية، مسؤول عن الاعتداءات الخارجية، مسؤول عن أي تدخل خارجي بـ 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 بأرض العراق. فالجيش يذود عن نفسه لحماية العراق من المخاطر الخارجية. أما اللي دي يصير بالداخل، اللي يصير داخل مدينة أو داخل قرية أو داخل محافظة أو داخل العاصمة، هذه من واجبات وزارة الداخلية، هذه من واجبات قوات الشرطة، هذه من واجبات القوات الأمنية الداخلية. هم نسمع لها رأي. يعني تفجيرة حبيبية اللي صار، إذا نريد نشتغل عن تفجيرة حبيبية، خلية الإعلام الأمني قالت أنه أكو تفاصيل جديدة بخصوص انفجار السيارة الملغمة بمنطقة حبيبية شرقي بغداد، بينت انه سائق السيارة قتل بداخلها. وعندنا معلومات تقول انه سائق السيارة موجود حاليا بمستشفى العطاء في المدينة في ردهة العناية الفائقة ويدعى حسين علي محمود. المهم خلية الإعلام الأمني تقول انه خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية سووا كشف على العجلات المحترقة بموقع التفجير بشكل تفصيلي، وتبين لهم انفجار داخل عجلة نوع نيسان صني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار أثناء حركتها بمنطقة حبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية، وأن الانفجار أدى إلى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها وإصابة عدد آخر من المواطنين واحتراق عدد من العجلات القريبة، مشيرة إلى مباشرة الأجهزة الأمنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته. وخلية الإعلام الأمني بوقت سابق بينت أن الانفجار وقع بأحد الأسواق بمنطقة حبيبية شرقي العاصمة أدى إلى سقوط مدني وإصابة 12 وحرق 5 عجلات. زين بعدين أريد أسأل سؤال،
منين النيسان؟ المن تابعه؟ منو الديس؟ انتو لما عرفتوا هي نيسان وسني وصاحبها ميت بيها، المن؟ زين دا ينقل مواد شديدة الانفجار شنو؟ انت من تطلع لي بهيك تصريح، يعني تتوقع ان المواطن هسه اليوم راح يسمع هذا التصريح من خلية الاعلام الامني ويسكت؟ زين تصريحات لخ تقول ارتفعت حصيلة الضحايا الى 3 و15 جريح جراء انفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة اسفل احدى المركبات بمدينة الصدر شرقي بغداد حسب مصدر طبي. وقال المصدر من مديرية صحة الرصافة الحكومية ببغداد انه مستشفيات بغداد سجلت 3 قتلى و15 جريح جراء انفجار الحبيبية التابعة لمدينة الصدر. واضاف المصدر اللي طلب عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول بالحديث للاعلام انه عدد من الجرحى اصاباتهم خطيره. خلية الاعلام الامني قالت انه مدني قتل واصيب 15. زين هسه شو نريد نفتهم؟ عبوه لاصقه؟ لو سياره دي تحمل مواد شديده الانفجار؟ زين اسمعوا هاي. ذكرت مصادر أمنية أن التفجير اللي صار بمنطقة الحبيبية بمدينة الصدر ببغداد صار بسيارة تنقل مواد متفجرة إلى فصيل شيعي ما أسفر عن مقتل سائقها ونشوب النيران بعدد من السيارات المجاورة. وصار الانفجار في حي مكتظ بشرق بغداد، وغالبا ما تسارع السلطات بالتنديد بالأفعال الإرهابية حال وقوع انفجارات مماثلة في إشارة إلى تنظيم داعش الذي لا يزال يملك خلايا سرية ونائمة في العراق. النكتة مو هنا، النكتة يطلع لنا تنظيم داعش الإرهابي ويتبنى العملية ويطلع لنا بيان ويقول إنه التفجير اللي صار بسوق شعبي شرق بغداد وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين هو من مسؤوليتي، هذا تنظيم داعش يقوله. وراها يطلع لنا مواطن ويقول يابا ترى لا تنظيم داعش ولا هم يحزنون، السيارة تابعة إلى سرية للرصد والمتابعة بكتائب سيد الشهداء وكانت تحمل مواد متفجرة، وأثناء سيرة بالمركبة صار بها حريق بسيط والمذكور موجود بالمستشفى، قلنا اسمها بمستشفى العطاء، وأكو 2 هسه دا يحموه، واحد بالاستعلامات وواحد فوق راسه تابعين للكتائب. زين ويقول روحوا احكوا وياه وسمعوا من لسانه، وهذا حكي من لسانه مو من لساني اللي ناشر هذا الكلام. استشفتهم داعش ويا من؟ ويا الحكومه ضد الحكومه، ويا الميليشيات ضد الميليشيات، تريد تبرئ الميليشيات وتبنت الموضوع وقالت احنا فجرنا. واحد يقول عبوه لاصقه، الثاني يقول سياره نيسان صني بها مواد شديده الانفجار، واحد ينشر يقول تابع على الكتايب. شنو الموضوع ووين الحكومه؟ صباح من بغداد ويانا، حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا موقع اللي تابع داعش يعني من 2004 لحد الآن، من كان زمن القاعدة ولحد الآن هسه زمن تنظيم الإرهابي، تنظيم داعش الإرهابي، أي تفجيرات تقوم بها الحرس الثوري على إيد الميليشيات الطائفية الموجودة داخل بغداد يتبنى الموضوع خلال دقائق وكان متفقين. يعني عدة حالات صارت ببغداد ومعروفة أنها هاي التفجيرات كلها يعني بها بصمة ولمسة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية. فتبني تنظيم الدولة لهذا الموضوع هذا يدل على أنهم جهة واحدة، يعني ما تبنى فد موضوع به خير. مجرد أن هاي يصور هاي التفجيرات بالأبرياء سواء كانوا سنة أو شيعة، كنا عراقيين، لكن هاي التفجيرات اللي صارت راح ضحيتها أبرياء، يعني جاي يدل على نفسه أن تنظيم إرهابي حقيقي إذا كان هو فاعله. لكن كل العراقيين الآن وبالآونة الأخيرة اكتشفنا وعرفنا أن تنظيم القاعدة وأن تنظيم الدولة هم كلهم صنيعة إيرانية أمريكية، هدفهم الوحيد هو تدمير العراق وإضعاف العراق وتدمير الاقتصاد العراقي وزعزعة الوضع الأمني ونشر الطائفية من جديد. يتصورون أن بهذا الموضوع راح وراء من يستفاد من عنده؟ راح تستفاد من عنده الميليشيات الطائفية، راح تبلش الاعتقالات ويضمون الشارع اللي ملتهب بالضد من عندهم لهم، يقولون شوفوا تنظيم داعش موجود يعني خطر عليكم. فكلها مكاسب إلي من الصب، مكاسب الصب بيد الحشد الشعبي. فهذا الموضوع كله معروف، يعني تنظيم الدولة سوى بالموصل وسوى بالأنبار وبديالة وحزام بغداد، ما سوى، ما خدم السنة اللي يقول احنا جينا ندافع، همي هو يقول احنا جينا ندافع على أعراض السنة
والحشد يقول احنا جينا ندافع على اعراض السنه، وصار بالسنه دمرونا، دمروا المناطق ودمروا البنيه التحتيه وانسرقت المصانع ودمروا العالم كلها وشردوا من الناس وهاي المخيمات وكل التفجيرات. القاصي والداني يعرف وراها هي بدر وعلي العصائب وكتائب شهداء وسرايا، هم مستفيدين. حتى التفجير القديم مال مرقد الإمام في سامراء احنا نعرف من وراء قاسم سليماني، لكن أججم الطائفية واستغل هذا الموضوع من هو مقتدى الصدر في سبيل يهيمن ويسيطر على الموضوع ويصير الموضوع ويصير هو المسيطر الأول والأخير بالساحة العراقية. وبالفعل صار مثل ما أراد هو، وحاليا هاي التفجيرات اللي جاي تصير سواء بالحبيبية أو على قاعدة الأسد عين الأسد أو في أربيل، الجاني واحد نفس الأسلوب، هاي المسيرات اللي جاي تصير على أرامكو بالسعودية يطلقوها الحوثيين، والمسيرات الحالية اللي طلقوها حزب الله من الصحراء غرب الأنبار على عين الأسد هم نفس الأسلوب. إذن الجاني واحد والإيد واحدة اللي جاي تضرب، يريدون يزعزعون الوضع ويريدون يلمون الصف اللي هم أضعفوهم. طبعا كانوا خطوط حمراء هم، وما حد يقدر يتعدى على الفصائل الولائية ولا حد يقدر يجيبهم بالطاري. الآن الشارع العراقي وبالذات ثوار تشرين كسرم هاي الخطوط وداسم على الخطوط الحمراء وعرفوهم هم ناس ولائيين ما يهمهم مصلحة البلد. فهاي التفجيرات شنو ذنب الناس بالحبيبية أو باربيل أو بكل مكان بالعراق؟ شنو من اللي يستفاد من عدها؟ يستفاد المواطن العراقي؟ ما حد راح يستفاد. المستفيد الأول والأخير هم الميليشيات الولائية، زعزعت الوضع في سبيل ترجع السطوة لهم ويقول لك احنا واحنا مقاومة واحنا مجاهدين. وين كنتم من دخلت امريكا بال2003 وانتم رحتوا كلكم حرس وطني ورحتوا شكلتوا جيش وداخلية، والداخلية شلون هالشكلت كلها فرق موت؟ وليش ما قاومت الامريكان بوقتها؟ ليش ما خرجت فتوى من النجف بمقاومه الامريكان بال2003 و4 و5 و6؟ بس المناطق السنيه قاومت الامريكان، واكو فصائل منضبطه هم اللي قاوموا الامريكان، وحاليا كلهم بالسجون ومهجرين. واصبح اللي يجمع على ظهور الدبابات بوقتها من حزب دعوه وبدر والولائيين وبقيادات الحرس الثوري اصبحوا هم المقاومه. اي مقاومه هاي صارت بالجنوب او بالشمال او بغير مكانات، الامريكان مثبتين بالجوجل ومثبتين كل معلوماتهم السريه والعلنيه مناطق اللي انضربهم بيها كلها، مناطق الفلوجه والرمادي وموصل وحزام بغداد وبغداد وديالى وغيرها. ما صارت مقاومه في سبيل مثل جيش المهدي او سرايا السلام بوقتها او حزب الدعوه اللي المالكي القائد العام للقوات المسلحه من يروح يزور القبور مع الامريكان ويخلي اكاليل الورد عليهم، هاي ما كان يسموه مقاومه ورئيس المقاومه، كان بوقتها يريد يسيطرون ويريد يثبتون انفسهم. وبالفعل ثبتهم انفسهم الولائيين بذيك الفتره ولحد الان. ومن اللي خسر؟ احنا خسرنا السنه، ما رحنا بذيك الفتره ولا شكلنا قوه ولا شكلنا ان تعادلت الكفه اصبحت لهم للولائيين. حتى اهل الجنوب الابسطاء والابرياء والفقراء يعني ما اجاهم شيء، بس الولائيين والحشد قاده الحشد هم المستفيدين الاول والاخير، يحجون باسم مقاومه. وحاليا هم اللي سلمهم الملف الامني وسلمهم رئاسه الوزراء واصبحوا هي مرتبطه برئيس الوزراء هم الامريكان، اسيادهم الامريكان اللي دخلوهم على ظهور الدبابات هم اللي سلموهم العراق يعني على طبق من ذهب. واحنا اصبحت الناس اللي مقاومين حقيقيين كلهم بالسجون وكلهم مطاردين واسماءهم بالحاسبات في سبيل تصبح الساحه بس لهم، واللي سياسيين السنه الخونه والعملاء. جاي نشوف احنا اشكال والوان بالعراق وساكتين، ما حد يقدر يحكي. اي شخص واي ناشط سياسي يفتح حلقه ويطلع لسانه ضد الحكومه وفساد الحكومه راح يتم تصويته، سواء كان حتى اذا مرأة او 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 او, أو ناشطه سياسيه، ما يهمهم، يقتلون مرأة، يقتلون شاب وخطف وغيره واغتصاب، كل شيء سووه ضد المتظاهرين في سبيل يكتمون هاي الأصوات الحرة اللي جاي بالضد من هاي الحكومة. تقولهم أنتوا حكومة إرهابية فاسدة، أنتوا اللي جاي تفجرون بالحلبيبية، وأنتوا فجرتوا أكثر من مكان بالكرادة وحريق الكرادة وغيرها، وآلاف المفخخات تم تفجيرها على إيد حزب الدعوة وبدر وحزب الله. والمشكلة مصطفى الكاظمي من كان على المخابرات هو عنده علم، يعرف هاي المفخخات وين يصنعوها
وين المخازن لها؟ لان السيادة الامريكان يعطوه معلومات يقول له ترى فلان فصيل هو اللي جاي يسوي هالمفخخات ويدخلها الى داخل بغداد. شلون طب المفخخه ببغداد؟ انا ابن بغداد، انا ما اقدر اطب مسدس، مسدس طلقه ما اقدر اشيل ببغداد سيطرات وغيرها وتفتيش، وما ما مسموح لحد، ما مسموح بس الولايين والناس اللي يسوون دقات عشائريه. اما احنا ببغداد ما حد يقدر يشيل له مسدس او طلقه. شلون هاي المفخخات اخترقت كل السيطرات هاي الامنيه؟ انت كرئيس وزراء وقائد العام للقوات المسلحه المفروض بيك تحاسب امر الفوج وامر اللواء وامر السرية المسؤولين عن القاطع الموجود، تحاسبهم وتشكل بهم مجالس تحقيقيه. خيانه عظمى، راحت ارواح ناس سواء شيعه سنه اكراد، ما يهمنا هذا الموضوع، كلهم عراقيين. المفروض تشكل مجلس تحقيقي. تسمعني استاذ فهد؟ نعم. المفروض برئيس الوزراء وحتى الاجهزه الامنيه ووزير الدفاع يشكلون مجالس حقيقيه لمحاسبه المقصرين مثل امر اللواء، قائد فرقه، تعال اخوي انت مسؤول عن القاطع، تعرف بس تلم عتاوات من المحلات ومن التجار وغيرها وتاخذ خاوات من السيطرات للسيارات الرايحه جايه. المفروض بيك تعال امر سريه، تعال ضابط استخبارات الفوج، شلون ما تحاسبه؟ يحاسب ويشكل به مجلس تحقيقي. يحجون ويلومون بزمن صدام، لو بزمن صدام تصير هاي التفجير ببغداد، يمر هيك مرور الكرام اذا ما تتعلق ارقاب من وراء، تروح ناس ابرياء من وراء. فاللي جاي يفجر هو شايل باج رئيس رئاسه الوزراء، واللي جاي يخترق هاي السيطرات بسيارات مفخخه هو تابع للحشد. خلينا نحكيها بصراحه، المفروض هسه بالمرجعيه ان وجدت بالنجف ان اذا موجود يشك هسه يعطي فتوى بحل الحشد المقدس اللي يسمونه، كافي ويطوهم تحت رايه وزاره الدفاع والداخليه ويضموهم الاجهزه الامنيه وخلاص. الحشد ادى واجبه، قضى على الارهاب وقضى على داعش وقضى على كل شيء، وحيدر العبادي اعلنها ان قضى على الارهاب. مين اجى هذا الارهاب هسه هاي التفجيرات؟ من اللي يطلق طائرات مسيره على مطار اربيل؟ من اللي يطلق هسه طائرات مسيره على قاعده عين الاسد؟ هم نفسهم الحشد، هم نفسهم، هم يفجرون بالعراقيين. نعم نعم، شكرا شكرا لك اخ صباح. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم يا استاذي، طابت اوقاتكم بالسعاده والهناء والسرور. حياك الله استاذي. بالنسبه لحل القضايا التلوث والاهتمام الصحي والامني وحصر السلاح للدوله يا استاذي، من اختصاص البرلمان والحكومه وكذلك السيد السيستاني يا استاذي. ايضا يا استاذي سؤالي لك، من هو الذي يستهدف مطار اربيل؟ هل هو استاذ سعد؟ استاذ سعد، شلون حصر السلاح بيد البرلمان، والبرلمان سلطه تشريعيه واكو حكومه هي سلطه تنفيذيه؟ نعم يا استاذي، كلهم لازم يتعاونون من اجل العراق وحمايه العراق يا استاذي، الحمايه الوطنيه والانسانيه. تمام. وبعدين أستاذي أيضا بالنسبة لحرق البساتين والمحاصيل، هذه جريمة النكراء، عملا غير صالح، الأوادم تريد أمن وأمان يا أستاذي. وبعدين يا أستاذي أيضا إحنا نتمنى حل القضايا، يعني بالنسبة للرهائن المساكين المحتجزين المغيبين، الإخاء القصري، حلهم بيد البرلمان والحكومة وأيضا كذلك السيستاني وكذلك مشايخ القضاء يا أستاذي، أقصد حكومة برلمان شيوخ قبائل، وهو حلول للمشكلات يا أستاذي. وأنا متعلم بالنسبة لما يجري في العراق وكذلك أيضا يا أستاذي بالسعودية يا أستاذي. وآخر الكلام تحياتي لك وشكرا لك. شكرا لك أخ سعد. يعني حتى تكون الصورة واضحة، الأخ سعد يطلب أنه السيستاني مثل ما أفتى في إيجاد الفتوى الكفائية مالته أو الجهاد الكفائي، إن أفتى بوجود حشد أو بخلق الحشد يجب أن يفتي بإنهاء هذا الأمر. أما البرلمان فعليه أن يوجد القوانين لكي تنهى قضية الميليشيات المسلحة بالعراق، والحكومة هي سلطة تنفيذية اللي تنفذ هاي القوانين. إذن هي السلسلة متكاملة، يجب على ثلاث أطراف أنه تشتغل سوا حتى يحلون هذا الموضوع. لكن أنا عندي سؤال مهم، السيارة اللي انفجرت بالحبيبية اكو مصادر قالت انه هي طلعت من بيت من نفس المنطقة اللي انفجرت بيها، سيارة شايلة مواد شديدة الانفجار تابعة الى احد الفصائل التابعة للميليشيات الحشد من داخل مدينة سكنية بالعاصمة العراقية بغداد. هم مو قالوا انه مخازن السلاح التابعة للميليشيات او التابعة للحشد راح يسدوها داخل المدن
لأنه الناس متخوفة يتكرر اللي صار ببيروت. هم مو وعدوا الناس أنه المخازن ذني راح يبعدوها عن المناطق السكنية حتى الناس تعيش براحة. هذا حكي من وقت تفجير بيروت إذا تذكرون تفجير البناء اللي صار، وصارت مخاوف بوقتها أنه مناطق سكنية داخل العاصمة وداخل المحافظات العراقية تعيش حالة من الرعب لوجود مخازن وكتس للعتاد داخل المناطق السكنية تابعة إلى الميليشيات وإلى الحشد. مو وعدوا بوقتها أنه ينقلون ذني الأسلحة ويبعدوها عن المناطق السكنية؟ ليش لليوم بعدهن بمكانهن؟ وليش ما حد حكى بيهن؟ أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم. أي نفس. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك يا رب. هلا بيك أخوي. ما دخلت لي هاي مؤامرة على العراق بالذات من زمان، هي يعني من زمان تكفر الميليشيات وتجر بكل مكان. هاي ما يعني هي يعني الممارسين بالشغلة هاي. يعني أنت يا محامية الانفجار. فهذا تقول طلع السيارة من منطقة. ناس يقول لك ما الميليشيات. ناس يقول لك يعني أشياء هواية. لأن شنو فادة دخلوا الأسلحة مع أسلحة بيجي في المناطق السكنية؟ هم جايين بيدمون العراق لا محالة. نعم. يعني هسه ما هسه تجي الواقع يعني الأحوال المعيشية مال الشعب العراقي كلها في صعبة حيل. لأن هم الموازنة الغذائية ماكو غير غلاء طبع الدولار، يعني الناس مو ماقف الدولة ذولا. يعني جد ما نحكي جد ما نحكي يعني الناس هذول ما هم العراقيين. يعني هم اذا يصير انفجار وكم واحد ترى واحد ترى واحد يموت هذا خسارة. شعب يخسر. بس هم متمرسين بقتل العراقيين. هاي الديمقراطيه الجاره كامليتها. هم اذا هم عندهم يعني هم عراقيين اصلا ما يزور زر مو يعني هسه منسوب المياه ينزل بنار رجل ينزل يعني حتى الجزرات تبين. احد داعي يقول لك المياه ايش بده يجينا؟ هذول هم ذاك متمرسين بالقتل العراقيين. كلهم دول ارهابيين وما عندهم كرامه ولا شرف. ولا عندهم رجوله يقول لك انا رئيس وزراء او وزير، هم كلهم حراميين. وتصوروا مال مال الجمهوري كما قال كل انت حراميين. انهاب وانبوب وكل شيء تسوي وحيحكي شيء انا. هذول مو حكومه يعني جاي دوام العراق وقتلهم. نعم. بس الشعب نايم ما اعرف نايم. يعني تولت بالشغلاية ما تهمه تهمه على الواحدة تروح يعني حتى اللي مو طاعد يبتلي يبتلي بي أهله لعدم فلوس لعدم شيء فاي البطالة ما شاء الله وداخل الدمر عنده رموك وتسيارة بعض بس يقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. شكرا 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 جزيلا لك ابو حسن. يعني الاخ صباح وجه اسئله يقول شنو ذنب الناس؟ شنو ذنب الناس اللي طالعه بسوق طالعه تدور رزقتها طالعه تدور لقمتها هي يعني اسرها هي واهاليتها اشخاص طلعوا اللي يبيع واللي يشتري واللي واقف واللي بده يدور رزقته هو وعائلته ما يرجع لبيته يما يقتل يرجع مدد على ظهره يا أما ينصاب الله أعلم خطورة إصابته شلون تكون نتيجة تفجير غير مسؤول غير مسؤول من الجهة اللي دا تنقل السلاح أو المتفجرات واللي دا ينقل المتفجرات والجهة اللي دا تستلم هاي المتفجرات والجهة اللي خزنت هاي المتفجرات بمنطقة سكنية والجهة اللي تعرف بهاي المتفجرات موجودة بهالمكان وساكتة عنه والبرلمان مسؤول عنا والحكومة مسؤولة عنا والقوات الأمنية مسؤولة عنا لأنه لا تقنعوني لا تقنعوني الحكومة اللي تحاسب طفل على باكيت كلينكس تقول له أنت بوكته وتسجنه ما تقدر تحاسب واحد شايل سلاح بدون علم الدولة لا تقنعوني الحكومة اللي مالية السجون بالمعتقلين وكلهم في قضايا تخص الإرهاب ما تقدر تلزم مجموعة شايلين متفجرات شديدة الانفجار وهاي ما لها علاقة بالإرهاب لا تقدرون تقنعوني أو ولا تقدرون تقنعوني إنه الاستخبارات الأمريكية والروسية والبريطانية وكل استخبارات دول العالم اللي دا تشتغل بالعراق ومن ضمنها
ما تسمى بالاستخبارات العراقية إذا كانت موجودة، ما تعرف باللي موجود داخل العاصمة العراقية بغداد أو بهذا المخزن اللي طاعت ما عنده المتفجرات بسيارة الثاني أو غيرها. أنتم من تطلعون وتحجون وقلتوا إحنا المخازن السلاح داخل المدن أو داخل المناطق السكنية راح نلغيها، زين وهسه أنتم ملاغيها، إيش قد صار للوضع يمكن من تموز الماضي واحنا بشهر الخامس، يعني الرابع العفو، قربنا على سنة 9 أشهر. زين الحكومة التحقيقات الحكومية وين؟ أضرار الناس هاي منو يعوضها؟ أرواح الناس اللي راحت منو يعوضها؟ ويطلع لنا واحد يقول السيارة احترقت وصاحب السيارة مات داخل السيارة، ويطلع لنا خبر يقول لا يا ترى صاحب السيارة صار أكو حريق بسيط بالسيارة ونزل من عندها وانهزم وطقت وراه وتصوب بس حالته مستقرة وموجود بمستشفى العطاء وأكو 2 من الكتائب دي يحرسوه. يعني الحكومة من قالت أو خلية الإعلام الأمني من قالت إنه صاحبها مات، حتى الناس تقول مات المن يروحون يدورون ما حد يندله هو عايش، يعني دا تبروا دا تخلصوا من التهمة دا تخلصوا من دم الناس شلون؟ يعني هسه نفتهم داعش اللي تبنى الموضوع وياكم انتو يا الحكومة ويا ذني الميليشيات منو ويا منو؟ هاي اريد نفهمها. اتمنى جاوبوني على هذا التساؤل ورا الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. مثل ما شفتوا هاي التظاهرة، يعني شيردون يقولون الشعب على الأحزاب وعلى الكتل السياسية وعلى اللي يسمون نفسهم سياسيين أكثر حتى يفتهمون السياسيين أن الشعب رافضهم. عندنا اتصال حسين من بابل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي التحية خاصة لك وتحية وأجمل تحية لك يا غالي. ألو وياك يا غالي. الله يحفظك حبيب الغالي. احنا كان موضوع ماذا موضوع البرنامج اعتقد على الحكومة الفاسدة والأحزاب السياسية الفاسدة. أنا على الانفلات الأمني وذن الأسلحة اللي دا يطلع عن كل فترة والتفجيرات اللي دا تصير ودا تقتل الناس وكلها ساكتة عنها. نعم. آخر رحمة لوالديك، هي أكو حكومة حتى يصير انضباط أمني بالعراق إذا هو فلتال أمني مشتغل، خصوصا الميليشيات الطول والجول بالعراق وما أكلها رادع لا حكومة ولا 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 وين هسه احنا استعموكه وقلت مقاومة وخلصت المقاومة والمحتل طلع وانتم رجعتوا مرة ثانية دعوتوا دعوة خاصة اللي غرض مقاتلة داعش وهالكلاوات هذه زين، وهذا ركبتوا حصان طلوات وصارت هذا الاحتلال وحجة الاحتلال. اخي يا احتلال الله يخليك، هسه احنا خلينا الاحتلال رحمة لأبيك، لا تجينا اذا طلع الاحتلال والمحتل تجينا الميليشيات تطب لبيوتنا تمردنا مريض. وين المغيبين؟ وين الجزمه؟ رحمه على
والدين والديك، وهي قضية الميليشيات يا أخي والله العظيم دايخين بها، حلها جدا بسيط. أمريكا دايخة بالميليشيات، شلون تحلها؟ إذا هي الميليشيات كل واحد يأخذ 13-14 ورقة راتب بالشهر والناس ما لاقي خبز تاكل. رحم الوالديك، إيه ما تقل لي ما تقل للميليشيات شلون ما تموت وتقاتل. إيه هو ايش ظلك وعملك وشغل بهالبلد هذا؟ رحم الوالديك يريدك تجاوبني، جاوبني، اكو فرص عمل بهالبلد هذا؟ حق الناس يا اخي، حقها، تعوف دينها، تعوف مبادئها. الناس الانسان اذا يشوف عائلته جائعة ولا اكل ولا شرب، اي وين يتوجه هذا؟ طبعا اذا ابو الميليشيات يدفع له 14 ورقة بالشهر، شلون ما يروح يقاتل يموت؟ لا تقول لي مبدأ، ولا تقول لي مقاومة، ولا تقول لي شسمة، ولا تقول لي ميليشيات. الوادم جوعانة وتعبانة، صدق واعتقد امريكا بعظمتها السدايخ شلون تحل الميليشيات؟ هذا رقم هسته واتصل بي انا فهمك شلون تنحل الميليشيات. امريكا بعظمتها ما تعرف تحل الميليشيات، وحلها جدا بسيط. الميليشيات شنو؟ اقطع التمويل عليها، اقطع رواتبها. شوف من باكر اذا بقت الميليشيات ايش قد، اذا هسه 140-150 الف بالميليشيات، 200 الف صدق واعتقد اذا ينقطع التمويل عنها ما يبقوا لك الف واحد بيها. ومسوين رواحهم حضرة جنابهم، هم مقاومين وهم حافظين البلد وهم كذا. يا حبيبي هي مصالح والناس عقل شباب، وين يلتجي؟ وين يروح؟ شغله وعمل ماكو، الله يخليك. زين، كل انسان من من من, من حقه يريد يعيش عائلته، يريد يحفظ كرامة عائلته من أخ حسين. زين، سؤال انت تقول انت على عيني وراسي، من حق المواطن ومن حق الناس ومن حق كل احد، لكن من حقه انه يشتغل بهالمكان ويقتل بشعبه؟ من حقه انه يدخل بالحشد على مدة 13 ورقة ويقتل اخوه ابن محافظته؟ انت اخي تصدق السواليف يا اخي. هو هي شلون تتكون العصابات؟ شلون يصير القتيل؟ شلون هو الحرام قابل من يطلع؟ الله يخليك رحم الوالديك، الحرام من يطلع من بطن امه هو حرامي؟ انا اسئل لك سؤال جاوبني عليه، لو القاتل يطلع من بطن امه هو قاتل؟ لكن هاي اسباب ومسببات. اسبابها شنو؟ اسبابها تدهور الوضع الاقتصادي بالعراق يا حبيبي الغالي. الوضع الاقتصادي غدا الناس تريد تحفظ كرامتها، تريد تحفظ عوائلها من التشتت. يا ماي عيني الله يخليك. انت لا تقول لي هذا يقتل ويسلب ويحرق وفي سبيل انه يعيش عائلته وذولا. نعم شكرا لك اخ حسين، لكن انا اختلف وياك بالراي. مهما بلغ الجوع باحد، ما يسمح للجوع انه يقتل احد ثاني من اجل انه يشبع هو. احمد من بغداد، حياك الله يا احمد. احمد انقطع. ابو محمد من السماوة، حياك الله يا ابو محمد. الله محييك استاذ ياسر، السلام عليكم. الله يسلمك وعليك السلام والرحمة والإكرام يا غالي. الله يخليك استاذ ياسر. بالنسبة لتفجير الحديدية، نعم، يوم امس، بالحقيقة استاذ ياسر هذا التفجير هو يعني برأيي وبعمل الأحزاب والميليشيات الإيرانية، وهذا التفجير هو طبعا اجى في وقت حتى يخلقون نوع من الفتنه الطائفيه بين الناشط العراقي والمتقصدين، يسوون هذا الشيء حتى يخلخلون الوضع السياسي بالبلد، وايضا يزيدون من مسارات الناشئات السياسيه والاقتصاديه. طبعا بتخلقات اللي راح او مزمع قيامها، المزمع قيامته او قيامنا في الشهر العاشر من هذه السنة. الاحزاب وضحت حقيقتها وبانت حقيقتها انه ما تريد الانتخابات، وبدي عندهم اسلوب جديد بعد ما كانوا متحمسين لاجراء الانتخابات وانحاخهم عن الكاظمي في فترات بحدوثها وقيامها في وقت مبكر. لكن اللي حدث في الأشهر الأخيرة أنه نشوف المالكي وجماعات أخرى مرتبطة بالمالكي وبإيران بدأت تغير من جبهة ومن أسلوب
صوتها وتصريحاتها وهذا مبين من طبعا طريقتهم في طرحهم لهذه المشاكل. فبدأوا يطلقون المشاكل وبدأوا يلوحون الى انه الانتخابات نسبة نجاحها راح تكون ضعيفة وهي ما راح تحدث. وبالحقيقة استاذ رسل هو الصحيح انه معروف انه حقيقة اقبال الناس على استلام البطاقة البيومترية ضعيف جدا وعرفوا انه ورقتهم بدأت تحترق وقائمتهم لن تقوم في هذه الانتخابات. نعم هذا اللي هو حقيقة الأمر. بدأوا يخلقون مشاكل وهذا التفجير الحديدي هو تفجير من صنع الميليشيات الأحزاب وأبدا لا ينتمي ولا تجد فيه بصمات تنظيم داعش ولا تنظيم الدول الإسلامية. لم يصرح ولم يعلن عن هذا التفجير ولم يتبناه. كل مرة يعني نشوف أنه هناك بصمات واضحة حقيقية لتنظيم داعش في هذه العمليات، ولكن هذه المرة لم نلاحظ خاصة الناس اللي عندهم خبرة واختصاص في المجال العلمي. نعم يقدرون يقيمون هذا الوضع ويعرفون هذا التفجير من صنع الأحزاب أو من صنع التنظيمات المحسوبة على التنظيمات الإرهابية. نعم نعم شكرا شكرا لك أبو محمد. من صلاح الدين محمود، حياك الله يا محمود. محمود يبدو أن الاتصال للأخ محمود انقطع. نتمنى من محمود ومن أحمد أنه يرجعون مرة ثانية حتى نسمع رأيهم بالموضوع اللي طرحناه. نرجع إلى نفس التساؤل. صباح طرح تساؤل مهم أنه شنو ذنب الناس. أريد أسأل سؤالي إلى الكتائب وإلى كل فصائل الميليشيات، وجهتها بالخصوص إلى الكتاب البداية، لأنه الأخبار تقول أنه هاي المتفجرات اللي طلعت من هذا البيت بهاي السيارة اللي هي نوعها سني أو لا ما حد يدري لحد الآن، زين هي تابعة للكتاب. أنتم تخزنون سلاح بين المدن، بين البيوت داخل المدن، اشتردون والمن تخزنوا هذا السلاح. هسا انتم مو عندكم مقرات وتقولون احنا تابعين للقوات المسلحه وتابعين للمكتب العام للقائد العام للقوات المسلحه، مو عندكم سيارات ومدرعات، وهاي السيارات والمدرعات وين تخزنوها؟ وين توقفوها؟ وين جراجاتها؟ وين تتدربون؟ مو عندكم معسكرات؟ زين هاي المخازن مال الاسلحه اللي داخل المدن شلون؟ المن؟ وليش؟ ابو ياسين من بغداد حياك الله. تحياتي لك اخوي. هلا بيك يا غالي. اخي الاخ ابو بابل، يعني هو هذا كلام اول عده روح وطنيه لو ينطونا بالشهر 20 مليون اكو واحد يخرب بلده؟ هذا مو كلام يعني على مود يقنع له واحد يعني انسان وطني. هم ناس ميليشيات، ناس تربوا على قرارات ايران. اخي وأول شكو انفجار صار من 2003 إي لحد هسه، هذا آخر واحد مال الحبيبية هي مسؤولة عليه الجهات الدينية والجهات السياسية. هي الدينية صارت سياسية نفس الشيء، لأن خطة وبعد ما حد يعرفهم فكلهم مسؤولين. أخي دولة إجوا لتدمير العراق، يعني هسه معقولة حكومة تجي لأي دولة صارت منطقة سنة ماكو أمن وأمان؟ يعني أخي هذا الشيء مقصود. قضوا على الثروة السمكية، قضوا على المياه، قضوا على البنية، قضوا على النخيل، قضوا على الشوارع، قضوا على البشر، قضوا على المحافظات. يعني كل هذا والشعب العراقي ما جاي يستوعب. أنا مو أقول الشعب، مع احتراماتي للناس الزينة، يعني أنت ليش ما تنطون بهم؟ شنو على بود 20 ورقة يعيش أهله؟ يعني أنا أروح أفلس المحافظة على بود عيش جهالي؟ يعني هل هذا مبرر؟ أنا وجه كلامي للأخ أبو بابل. ما يصير أخوي، يعني أنا لو أرفع راح أقدم الشارع ما أصير ويا هاي الأحزاب، لأن هاي الأحزاب من أصير وياها؟ لا الله يقبل علي ولا الناس الوطنيين. أخي ما خلوا شيء بالعراق يعني بإرواء، ما خلوا يعني فشي بالعراق، لا زراعة تنفس، لا البشر يتنفس،
لا شار ابو ياسين يعني ابو ياسين اذا نعم. تسمع لي اساعدك تفضل اخوي. هو ايش قال الاخ حسين؟ قال الناس من الجوع وده يشوف عائلته جوعانه هيك ده يصير وقام ينتمي للحشد لانه يطير. اعطيني مجال. هو مو قال بسبب الجوع؟ تفضل. الرسول الاكرم عليه افضل الصلاه نعم. والسلام قدوتنا لا لا نعم الرسول الاكرم عليه افضل الصلاه والسلام نعم. قدوتنا لا لا نعم قدوتنا نعم. قريش والمشركين مو خلاه هو واهل عشيرته في شعب بني هاشم 3 سنوات حرموهم حتى من الاكل وجاعه واكلوا ورق الاشجار وشدوا الصخر على بطونهم نعم. من الجوع نعم سووا 1 بالمليون اللي دي يسووه هسه الحشد بالعراقيين. يقول تعبانه يعني هسه تعال شوف انا بهاي المناطق الشعبيه ما تقدر تجيب لك ساري واحد محمم رأسه لي كتلوب يقول لك مع السرامات يعني يقول لك سب شكو واحد يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك اكفر بي ولا تحكي على واحد محمم يعني أنا ما شايف هيك أقول تعبانة كل هالعراق قال 18 سنة جاي يقتل وجاي يتهدم ولا زراعة ولا صناعة وأكو بعض العالم ما ينطون بيهم يعني أنت شفت منهم يعني أخي أنا والله متعجب يعني واني اشكرك بدي حالي اتخاف. لا العفو العفو شكرا جزيلا لك ابو ياسين. يعني احنا السؤال اللي نطرحه الى السياسيين والى الكتل السياسيه والى الاحزاب والى من يسمي نفسه زعيم او يسمي نفسه قائد اي تسميه تطلقها على نفسك وانت اصلا عشرها ما تملك. احنا بالقرن 21 سنه 2021 شوف حال العراق والعراقيين، شوف البؤس اللي موجود بالمخيمات، شوف البؤس اللي موجود داخل المدارس، شوف الطالب بالشتاء شلون يمشي بالطين حتى يقدر يوصل للمدرسة هاي إذا قدر يوصل، شوف الدراسة بالعراق شلون تعبت، شوف الصناعة العراقية ميتة، شوف الزراعة العراقية التهاملها وتطي كل مواردك للمستورد وعندك محاصيل زراعية تقدر أنت تستغني عن هواية أمور. إضافة إلى ذلك إحنا البارحة الأخبار تشير أنه 2030 التراب ترى يوصل شوارع بغداد والمدن نتيجة التصحر اللي دا يمشي لأنه ماكو غطاء أخضر حوالين المدن. هاي المشاكل كلها منو سببها؟ اسألوا نفسكم. الرسائل وصلتني. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ أفل، العراق بدون إدارة من عام 2003 لهذا اليوم يعيش حالة فوضى لم يشهدها التاريخ. وأرد عليك أستاذ أفل، العراقيين لن يخافوا من أي انفجار لأن الجالس في منزله معرض للهلاك على يد هؤلاء الخنازير الذين لا يعرفون الرحمة على الإطلاق. طفل، امرأة، رجل، شاب، الكل مهانون على يد هؤلاء السفاحين والميليشيات والقتلة والمأجورين من قبل الاحتلال الأمريكي وإيران وعوانهم. الأجور مدفوعة من حساب واقتصاد العراق والشعب، والمسؤولين عن وضع العراق هم من يحملون مرسوم جمهوري على أكتافهم من الداخلية والدفاع، يبدأون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الأسطبل البرلمان المحسوب على العراق وشعبه. واليوم الشعب لا حول ولا قوة له، السلاح بيد هؤلاء أعداء العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو احمد من بغداد رجع ويانا، حياك الله ابو احمد. اهلا استاذ، السلام عليكم. هلا بيك يا غالي. استاذ بالنسبه للاخ اللي قبلي الاخ اللي يتكلم من ساعه عن الوضع مالنا مال الجوع، ايه نعم، دورات انا ايده بشغلته يعني بحكايته نعم. واكو شغلات انا اعتقدت مال اروح افجر وعلى مود استفاد فلوس، هاي لا ما نقبل بيها يعني تعرف انت. نعم. بس انا اليوم اذا اسولف لك موقف عندي صار. نعم. اليوم بالقران الشريف استاذ انا نازل بالايجار حاسس. اليوم قلت لبناتي وذول اليدات الصغار ما عندي فلوس ادفع ايجار والله. قلت لهم بابا خلينا نروح نقعد بالشارع نحط لنا خيمه ونقعد والله زين. انا قصدي على الاخ اللي قبله يعني هو الجوع يدفع البشر تدري، يدفع يسلم، يدفع يطف، يدفع يبوق، تعرف انت بعد هاي الشغله. احنا نريد المسؤولين السياسيين اللي علينا هاي عندك السجون تسمعني استاذ؟ اي نعم. عندك هاي السجون الشباب اللي مثل الورود انحرفت من وراء الجوع استاذ، من وراء الظلم يعني سجون الملك، انتهت امراض بها صارت،
يعني زين هم 20 سنه حكموا العراق، يعني انا احكي لك على صدام، مو والله انا مو صدامي بالقران الشريف، صدام حكم عليه مرتين بالاعدام. نعم. انقطع الاتصال يا ابو احمد، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، في ذكر احتلال العراق احدى قنوات عراقيه وبدون ذكر اسمها حاطين عنوان برنامج حزب البعث وتاريخها الاسود. طيب من 2003 لين اليوم هاي الاحزاب اللي حكمت العراق شنو اللي سوته ابيض للعراقيين؟ كان الله في عون العراق والعراقيين. تحياتي، عراقي مقيم في عمان. رساله اخرى، ماذا يقول يوم القيامه؟ حق الله راح يذهب الى النار. مشاهدينا الكرام، يعني ايش ما نفكر وايش ما نقول، ايش ما نفكر وايش ما نقول، ماكو شيء يبرر القتل، ولا اكو شيء يبرر الدم، ولا اكو في شيء يبرر انك تاخذ روح انسان لاجل انه انت ترسخ شيء هو غلط. فانت من تريد تدافع عن شيء لازم تكون على حق. الدماء العراقيه هوايه سالت على ارض العراق. إلى متى هذا الأمر؟ الجواب بيد الشعب العراقي، مو بيد الحكومة ولا بيد الأحزاب السياسية. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. في أمان الله.